السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الأعزاء، رجعنا لكم بفيديو جديد. هذا الفيديو راح نشرح فيه تطبيق عالم ماجد. قبل مشاهدة الفيديو اشترك في القناة وفعل جرس زر التنبيهات حتى يوصل لك كل شيء جديد. طبعا هذا التطبيق عبارة عن تطبيق يحتوي على روايات كرتونية وكذلك برامج كرتونية لشخصيات تحبها أنت. التطبيق متوفر على السوق، راح أترك لك الرابط بالوصف. ندخل إلى تطبيق عالم ماجد. بعد ما دخلنا إلى التطبيق ظهرت لنا ثلاث خيارات اللي هي الفيديو وكذلك الروايات وكذلك الألعاب. على سبيل المثال نختار الفيديو. طبعا عندك القائمة الرئيسية شوي، أنا عندي النت ضعيف فما راح يظهرن وياي. مثل ما تشوفون نروح على ثاني خيار كل المواضيع. تقدر تبحث عن الشخصية اللي أنت تحبها من خلال السيرش. طبعا هسه حاليا راح نشرح كيفية التبديل بين المقاطع الفيديو وكذلك الروايات وإنشاء الحساب على التطبيق. تروح إلى الثلاث نقاط الموجودات بالركن، نختار أي من الخيارات الأسفل اللي هي مقاطع فيديو أو روايات أو ألعاب. هذه هي عبارة عن الروايات، اختارنا حاليا الروايات. طبعا النت عندي ضعيف فما جاي يفتح، وشوية اليوم النت يعني كلش ضعيف، فراح هسه حاليا نشرح كيفية إنشاء الحساب على تطبيق ماجد. مثل ما تشوفون ظهرت لنا الروايات لشخصيات أنت تحبها. كذلك تقدر تبحث عن الرواية الشخصية اللي أنت تريدها أو تقرأ سر هذه الشخصية. نروح على ثلاث نقاط ونضغط على هذه الأيقونة الموجودة في الأعلى لإنشاء الحساب. بعد ذلك راح تطلع لنا قائمة تسجيل الدخول، نضغط على إنشاء حساب مستخدم جديد. هنا ندخل البريد الإلكتروني وكذلك كلمة السر وتأكيد كلمة السر ورقم الهاتف ونمطي التالي. بعد ما ضغطنا التالي نختار الاسم وكذلك الشهر واليوم وتاريخ الميلاد، ونختار الجنس إن كان ذكرا أو أنثى ونضغط على التالي. ننتظر علامة التأكيد أو زر التأكيد الحساب على تطبيق ماجد. نضغط الشخصية اللي احنا نحبها. يجب اختيار شخصيتك الكرتونية لتظل صورة شخصية على حسابك. نضغط على ابدأ الآن. هنا راح يطلب من عندنا تأكيد البريد الإلكتروني أو تأكيد رقم الهاتف، فنذهب إلى البريد الإلكتروني وراح نلقي الرسالة جايتنا أو رسالة تأكيد على الإيميل. نروح على الإيميل، مثل ما جاي يشوفون أنه تطبيق ماجد دزلنا الرسالة التأكيدية. نضغط على الرابط الأزرق الموجود في الأعلى لتأكيد حساب تطبيق ماجد. نختار تطبيق ماجد. ننتظر على ما يتم تأكيد الحساب. تم تأكيد الحساب والتحقق منه في نجاح. نضغط على تسجيل الدخول، نكتب رقم الهاتف أو الإيميل في تسجيل الدخول وكلمة السر ونمطي التالي أو تسجيل الدخول. هنا تم تسجيل الدخول إلى عالم ماجد. نضغط على الحساب الموجود عليه الصورة الشخصية. هنا تم تسجيل الدخول إلى تطبيق ماجد بكل سهولة وتم إنشاء الحساب. هذا كل ما لدينا اليوم على تطبيق ماجد. أتمنى يعجبكم التطبيق، ولا تنسونا من الدعم من خلال اللايك والاشتراك في القناة حتى يصلكم كل شيء جديد. مع تحياتي للجميع.